إذن في الوقت الذي كان فيه قصر الإليزي ينشغل بالدعوة والإعلان عن مؤتمر باريس لدعم إجراء الانتخابات الليبية المنتظرة نهاية هذا العام، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري يجول على المسؤولين الأتراك في أنقرة. البيان الفرنسي الداعي إلى المؤتمر الداعم لليبيا قال إن هذه الانتخابات في متناول اليد رغم وجود ما وصفهم بالمتربصين بها. أما البيانات الصادرة من أنقرة فأكدت على متانة علاقات تركيا مع ليبيا ودعمها للممثلين الشرعيين هناك. هذا الحراك الدبلوماسي إقليميا ودوليا يجيء في وقت تمضي فيه مفوضية الانتخابات بإجراءات التسجيل واستقبال المترشحين رغم وجود جهات رافضة لشروط الترشح ودعوات المقاطعة. بداية يضعنا سلطان القيسي بصورة المواقف الدولية والإقليمية من هذه الانتخابات المصيرية. إذن تنشغل فرنسا بالدعوة إلى مؤتمر ينعقد على أراضيها الجمعة المقبل لبحث مستقبل الانتخابات الليبية التي من المقرر وينتظر أن تجري نهاية هذا العام. المفوضية تمضي في الإجراءات والتسجيل واستقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكن الجدل يبقى قائما بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب فيما يتعلق بالقوانين المنظمة لتلك الانتخابات. إذن طارق، هدأت الخلافات الإقليمية ربما حول ليبيا تحديدا في حلقة الانتخابات إلا أنها اشتعلت اليوم داخل ليبيا مجددا على شكل خلاف كما ذكرت في المقدمة بين مجلس النواب بقانونه الذي جرت على أساسه أو جرى استقبال الترشيحات للانتخابات و الطرح الذي يطرحه المجلس الأعلى للدولة، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الانتخابات يعني تقع تحت عناوين أبرزها الخطوة جديدة باتجاه انتخابات وانتخاب حكومة، أيضا خطوة جديدة باتجاه الصالح العام من هذه الانتخابات بالنسبة إلى المنطقة والعالم كما نشهد. لدينا اليوم قمة باريس أو مؤتمر باريس، وأيضا من الناحية الثالثة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا لإقرار الأمن والسلام في البلاد. سوف نستعرض الآن أهم المواقف الدولية في الميدان وما حوله أيضا. في الوقت الدقيق قبيل انطلاق الانتخابات الليبية تتموضع المواقف الإقليمية والدولية بشأن أو بشكل ينحو نحو الصراحة أكثر من ذي قبل وسط مخاوف من فشل العملية أمام ضغوط النزاع والسلاح، ويبدو أن المصلحة الدولية العامة أصبحت مقرونة باستقرار ليبيا، فكيف يبدو الوضع في الميدان ومن حوله أيضا؟ مفوضية الانتخابات الليبية أعلنت ارتفاع عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في كانون الثاني المقبل إلى 155 مرشحا في اليوم الثاني لفتح باب الترشح، وقد شهد اليوم الأول ترشح 46 شخصية، 4 منهم فقط استوفوا شروط الترشح. المفوضية أيضا أعلنت ترشح 4 شخصيات للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 24 من كانون الأول المقبل، لكنها تراجعت لاحقا عن إعلانها، وتجرى الانتخابات وفقا لقانون مجلس النواب برغم رفض المجلس الأعلى للدولة ذلك على خلفية طعون قدمها في القانون بسبب مخالفات ارتكبها النواب كما يقول. وبرغم المخاوف من انتشار السلاح وتجذر المحاصصة والخلاف القانوني وقدرة كل ذلك على إفشال الانتخابات، فإن العملية تلقت دعما عربيا منتصف الشهر الفائت عبر عنه مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي أداره وزراء الخارجية العرب في طرابلس، وأعلنوا خلاله عن موقفهم الداعم لإجراء الانتخابات في البلاد مع تجديد رفضهم للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، كما شددوا على أهمية الوقف الدائم لإطلاق النار وإيجاد حلول سلمية والالتزام بقرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة 5+5 بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وتتلقى الانتخابات هذه أيضا دعما دوليا على اختلاف الأطراف التي تكتنف المشهد الليبي. وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أكد استمرار دعم بلاده لليبيا بهدف أن يعم الاستقرار والازدهار والسلام، وذلك خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وعلى جانب آخر، فقد جمدت محكمة أمريكية محاكمة المشير خليفة حفتر مبررة قرارها بوقوع تدخل سياسي من أطراف رسمية ليبيا، ويمكن قراءة ذلك في سياق التهيئة لانتخابات سيترشح فيها المشير للرئاسة. وكتتويج للموقف الأوروبي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مؤتمر دولي بشأن ليبيا الجمعة المقبل، تتشارك باريس وروما وبرلين تنظيمه، بالإضافة طبعا إلى الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يشهد مشاركة نحو 20 رئيسا وممثلا من جهات إقليمية ودولية لمناقشة حسم الموقف الدولي من ملفي الانتخابات الليبية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من هناك. الأهم من ذلك هو مشاركة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس في مؤتمر باريس، والرسالة التي ترسلها واشنطن بارتقاء الملف الليبي على سلم أولوياتها بعد أن كان متقهقرا، وسط توقعات بأن تعلن هاريس عن عقوبات ضد المعرقلين لتوصيات مؤتمر الحوار الليبي. إذن طارق، أهم ما يلوح في المشهد هو مشاركة نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس في مؤتمر باريس. هذا مؤشر على تدخل أمريكي في المشهد الليبي، وإن كان من بعيد لكن على مستوى عال. هناك تمثيل عالي للمشاركة في باريس، وهو مؤشر كما ذكرنا لارتقاء الملف الليبي على سلم الأولويات الأمريكية. نعم، إذن يعبر ربما عن خراط أمريكي جاد هذه المرة فيما يتعلق بالملف الليبي على خلاف الإدارة السابقة. إذن هذه الجهود الإقليمية والدولية ربما يعول عليها في أن تسفر في تذليل الخلافات والوصول بالانتخابات المقبلة إلى محطتها المنتظرة، كذلك وفق توافق ينهي الانقسام بين الشرق والغرب ويفتح المجال أمام الشعب الليبي لاختيار ممثليه رئيسا للدولة أو في مجلس النواب الليبي. سلطان، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات، شكرا جزيلا لك. الآن أرحب بضيفي من باريس الدكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية، وكذلك ضيفي من إسطنبول طه عودو أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم دكتور يونس. أبدأ معك، باريس تستعد لاستقبال أو لعقد مؤتمرين لدعم ليبيا الجمعة المقبل، برأيك مدى اهتمام القوى اليوم الدولية والأطراف الإقليمية في إجراء هذه الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بموعدها في ظل الانقسام والخلاف فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية وكذلك قانون الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة؟ تحية طيبة للجميع. يعني في بداية الأمر يجب توضيح أن الانتخابات ربما أو مسار الانتخابات هو يأتي في إطار المخرجات التي تم الاتفاق عليها في الحوار السياسي الذي كانت ترعاه مبعوثة الأمم المتحدة آنذاك ستيفاني ويليامز. وهناك رغبة أمريكية بكل تأكيد واضحة في اتجاه أن يتم تأسيس لمرحلة الانتخابات، لأنه مرحلة مهمة في ما تسميه الولايات المتحدة الأمريكية الانتقال الديمقراطي في ليبيا، على أن يتم فيما بعد طبعا مناقشة جميع الأمور المرتبطة سواء بالشأن الدستوري أو كذلك بالشأن التشريعي. عملية استقرار ليبيا تبدأ من مرحلة الانتخابات، ولذلك أنه حتى التصريحات الأمريكية لوحت في مجموعة من الفترات بمسألة العقوبات كتهديد ربما لاتجاه بعض الجماعات في ليبيا التي كانت ترغب في تقوية المسار السياسي. اليوم المؤتمر الفرنسي هو رغبة لتأكيد الدبلوماسية الفرنسية في حضورها داخل النسق الليبي. فرنسا كانت من أكثر الدول التي عملت على جيوسياسة ليبيا وعلى ضرورة أن يكون لها حضور منذ سنة 2011 لغاية اليوم، لكن تجربتها فشلت مع وجود حكومة الوفاق واتجاه الفرنسي
الفرنسي لدعم حفتر. هذا الأمر تسبب في ربما في ضياع فرص بالنسبة للطرف الفرنسي خاصة على المستوى الاقتصادي. لذلك اليوم أنا أظن على أن الفاعل الرئيسي في الملف الليبي هي الولايات المتحدة الأمريكية، متبوعة بالطرف الروسي والتركي بحكم وجود ميليشيات تابعة للدولتين، سواء كان الحديث عن ميليشيات فاغنر أو كذلك ميليشيات شركة السادات العسكرية التركية. وربما يأتي بعدها الطرف الأوروبي ممثلا في الجانب الفرنسي وكذلك في الجانب الإيطالي لديه اهتمامات أساسا بحقول الغاز وببعض التربطات ربما السياسية. اليوم ربما هذه النقطة نقطة الانتخابات، الخلاف الحقيقي يتضح ما بين الشخصيات الأساسية اليوم في المشهد السياسي، سواء كان الحديث عن الدبيبة، عن المشري، عن عقيلة صالح، عن كذلك عن حفتر. هذه مسألة الاستقطاب التي ما زالت إما ما بين الشرق والغرب وكذلك الجنوب مثلا في الفزان والمجلس الانتقالي الجنوبي في ليبيا وخاصة قبائل الطوارق وغيرهم، هذه كلها ربما حاضرة في تأسيس المشهد السياسي اليوم. لذلك الطرف الفرنسي يريد أن يؤكد على أنه يقع على مسافة واحدة من الجميع ولديهم مقاربة باتجاه دعم على الأقل الجوانب السياسية في هذا المسار. نعم. طيب أستاذ طه عودو أوغلو، اليوم زياد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في تركيا يلتقي المسؤولين الأتراك وللمجلس الأعلى تحفظات وملاحظات فيما يتعلق بما سنه قانون مجلس طبرق فيما يتعلق قانون رقم 1 و2 انتخابات رئاسية وكذلك التشريعية. تركيا هل هي مع تأجيل الانتخابات بما يتناسب مع مصالحها في ليبيا لحين ربما توافر ظروف جيدة لإجرائها؟ قد تأتي بهذه الانتخابات بحلفاء قد ينهون أي اتفاقات عقدت أو كانت عقدت مع تركيا. تحياتي للجميع. في البداية أهلا بك. شك أنا أعتقد اليوم الموقف التركي هو كان واضحا للغاية، وخاصة التصريحات التي صدرت من كبار المسؤولين بأن المهم هو ليس إجراء الانتخابات في ليبيا، المهم هو الازدهار والاستقرار وعودة الأمن والسلام في ربوع ليبيا، وهذا ما تريده أنقرة وهذا ما أرادته في السابق عندما كانت هناك توترات شهدت الساحة الليبية على مدار العامين الماضيين، وما تمخض عنه من مسار السياسي خلال الأشهر الأخيرة الماضية هو كان مفضل الجهود التركية التي يعني خرج بها مؤتمر برلين وقت اطلاق النار برلين 1 وبرلين 2، ومن ثم شهدنا هناك تشكيل جسم رئاسي أقصد حكومة ليبية ومجلس رئاسي والإعلان عن الانتخابات الرئاسية في نهاية الشهر ديسمبر المقبل. أنقر إلى حتى هذه اللحظة نعم هناك قلق، حتى تفضلت وذكرت زيارة المشري إلى أنقرة اليوم التقى مع عدد كبير من المسؤولين بداية بأردوغان تشاوش أولو وحتى رئيس البرلمان التركي ومسؤولين عسكريين، كل هذه إشارات واضحة بأن يعني هناك أنقرة تراقب عن كثب ما سوف يحدث على الساحة الليبية. وأيضا سبقت هذه الزيارة كما تعلم هناك زيارة لرئيس الحكومة الليبية بيبا إلى أنقرة الأسبوع المقبل قبل أيام قليلة، وكان إشارة واضحة على أن أنقرة سوف يعني تدعم يعني البيبا أو أن هناك إعلان أنه سوف يرشح لنفسه في هذه الانتخابات. المهم من كل هذه الأمور هي أنقرة تتخوف يعني من أن تعود ليبيا إلى السابق، وأقصد إلى هناك توترات أمنية أو عودة حفتر، وخاصة هذا إشارة واضحة على أن كل التفاهمات التي أبرمتها أنقرة كانت اتفاقيات أمنية أو حتى بحرية كانت سوف تضيع في دهاليز هذه الحكومة الجديدة. أيضا أنقرة هناك قلق، القلق الأكبر. طب هنا أستاذ طه عودي، إذا ما يعني تعتقد أو تشعر بالقلق التركي باحتمالية قيام حكومة ليبية ربما منتخبة في حال إجراء انتخابات تعيد النظر في الاتفاقات العسكرية وكذلك البحرية مع تركيا، إذن كيف لها أن تتدخل تركيا ولها وجود عسكري على الأراضي الليبية في أن يكون من يجلس على كرسي الرئاسة صديقا ومواليا لتركيا ومحافظا على مصالحها هنا؟ كيف لها أن تدخل؟ ألا يعد ذلك أو قد ينظر إليه بأنه تدخل سلبي في هذه الانتخابات؟ يعني أنقرة قالتها منذ أشهر وعلى لسان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأن تركيا هي موافقة تماما
على خروج كافة القوات الأجنبية، كل القوات إن كانت تشاد، السودان، روسيا، وحتى إن كانت هناك قوات مرتزقة سوريين. ولكن أنقرة تؤكد وتركز على أن المستشارين والضباط الأطراف هم جاءوا بطلب من حكومة الوفاق السابقة، وأيضا حكومة الدائرة أكدت أكثر من مرة على شرعية هذه القوات، حتى أن هناك من المتوقع خلال الأيام المقبلة سوف نشهد هناك طلب من حكومة الدائرة لمزيد من المستشارين إلى الساحة الليبية. هو من دون شك سوف يختم الحكومة الحالية، وسوف يختم تركيا التي تتخوف كما أشرت لك على مصالحها، وخاصة أن الجميع هو بانتظار يعني اللحظة الكبيرة، وأقصد هي الانتخابات، وما سوف يتكون أو يتمقد عن هذه الانتخابات من كيان أو جسم جديد، والجميع يحافظ أو يحاول المحافظة على المكتسبات التي حققها خلال العامين الماضيين. طيب برأيك دكتور يونس، كيف ستبلور باريس مع واشنطن مع روما مع الأمم المتحدة تنفيذا سريعا وعاجلا لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا قبل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية؟ لأن البعض يتساءل كيف لهذه الانتخابات أن تعقد وتجري في ظل وجود قوات أجنبية، في ظل وجود ما يسمى بين قوسين ميليشيات مدعومة من هذا الطرف أو ذاك، أو مرتزقة أيضا مدعومة من هذه تلك الجهة أو تلك. يعني الرؤية الفرنسية في هذا الأمر هي واضحة، لأنه هي ترى على أن مثلا كل التنظيمات المرتبطة بتركيا هذا ملف يخص الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم علاقتها مع تركيا وبدون وجود تركيا كدولة في منظمة الحلف الشمال الأطلسي للولايات المتحدة الأمريكية الرغبة في هذا الأمر، حتى أن الطرف الفرنسي يعتبر على أن الدخول التركي إلى ليبيا هو جاء بعد موافقة أمريكية في محاولة لخلق توازن مع الوجود الروسي. الفاعل الروسي هنا فاعل مختلف، لأنه فعليا هو لاعب ربما يمكن وصفه أنه لاعب متهور في الساحة العسكرية، بالإضافة على أن روسيا لديها استراتيجية لا تقف فقط عند الطرف الليبي، ولكن أنها تمتد في كل ربوع شمال إفريقيا وصولا إلى دول الساحل. وما حدث مثلا من انقلاب ومن وجود لعناصر فاغنر في مالي هو أكبر دليل على أن هناك توجه روسي باتجاه القارة الإفريقية، ربما يمتد في مجموعة من الدول: ليبيا، تشاد، مالي، النيجر، إفريقيا الوسطى وغيرها من الدول الإفريقية. الطرف الفرنسي لديه مصالح أساسية مرتبطة في ليبيا، أبرزها ربما المصالح الاقتصادية في قضايا الغاز، وكذلك استثمارات الوكالة الفرنسية للتنمية في كل من قطاع الفلاحة وكذلك القطاع البنكي. لكن ينضاف إلى هذا تخوفات فرنسية من نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي مسألة الإرهاب، وهنا سعي فرنسا لمكافحة الإرهاب اللي هو قادم إما من الدولة الإسلامية أو حتى من العناصر التابعة لتنظيمات القاعدة في مناطق ليبيا أو في مناطق دول الساحل. والنقطة الثانية هي المسألة المرتبطة بالهجرة، لأن انعكاس الملف الليبي هو أن يكون له تكلفة كبيرة على دول الاتحاد الأوروبي من حيث مسألة عدم تنظيم الهجرة أو ظل وجود هذه التجارة اللي هي تجارة الهجرة الغير شرعية. هذا هو المنظور ربما الفرنسي في الوقت الحالي. لذلك أنا لا أعتبر على أن الطرف الفرنسي هو طرف أصيل في المعادلة، هو فقط طرف يحاول أن يتقرب أكثر من الرؤية الأمريكية. شأنه شأن الطرف الإيطالي بالمناسبة، لأنه حتى الخلافات التي كانت ما بين فرنسا وإيطاليا تبدو على أنها ربما أصبحت في نسيان، لأن وجود ماكرون مع شخصية مثل ماريو دراغي متقاربتين من حيث الفكر ومن حيث المنهج، ولذلك لديهما ربما تصورات موحدة فيما يخص الملف الليبي. يظل العقدة الأساسية موجودة في تركيا وفي روسيا. نعم، أشكرك من باريس دكتور يونس بالفلاح أستاذ العلاقات الدولية، كذلك أشكر ضيفي من إسطنبول طه عودة أوغلو الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما.